عبد الحكيم حمادي صاحب مزرعة بمشت أولاد سيدي غانم ببلدية عزيل عبد القادر يعاني نقص المياه والكهرباء مما أدى إلى تلف منتوجه وضياع. الكتريسيتي راه ضعيف في الصيف، ما عندناش طول، الفلاحة كامل خاسرة لعدة سنين يصرانا كيما هكذا، ونطلب من السلطات المعنية باللي يشوفوا فينا الكتريسيتي هكذا راه ضعيف، ما تنوضش دريك، ما عنده حتى في الدار. ثاني راه ناقص الرياشة، الرياشة ما تنوضش، الرياشة المبرد تاع الفريجيدير ما كانش. السقي الفلاحة كل عام نخدمو في الربيع هكذا، نخدموها يكون برد الحال شوية، صيف الصيف ما كانش، يصيف الصيف ما كانش، الفلاحة كامل تخسر. نبذلو المجهود تاعنا نخدمو، يصيف الصيف ما كان والو. السبب تريسيتي ضعيف، تريسيتي ما كانش، كانش تريسيتي. لابومب تلحق العشرة تاع الصباح، لابومب ترقد، ما تنوضش حتى العشية طول يبرد الحال. في النهار ما كانش، ما ناش ننوضو فيه، تنوضها ما تنوضش. الرياشة ما تمشيش، الفريجيدير ما يمشيش، تريسيتي احنا ما عندناش طول. المطالب تاع السلطات يفورسيونا في تريسيتي، يفورسيونا هنا في تريسيتي، راه ما عندناش، راه ما كانش طول، ضعيف. هذه مريضة راه من الماء ما كانش، هذه نقص عليها الماء. هذه ها كل فزدة الماء ناقص ليها، ما كانش ماء، منقلة تريسيتي، تريسيتي ما كانش طول، تريسيتي ضعيف عندنا، الفلاحة كل خسرت، ها الفلاحة كل خسرت، تريسيتي ما هيش تشرب. تبقى المشاتي تعاني والفلاح يخسر عاما تلو عام، وهو ينتظر التفاتة من السلطات المعنية.